أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج أوتوكاد. في هذه المحاضرة راح نبدأ برسم خريطة منزل، وطبعا هذه الخريطة راح تكون على مجموعة محاضرات. طبعا هذه الخريطة اللي راح يتم رسمها في هذه المحاضرة، وطبعا راح يتم تقسيم عملية الرسم إلى مجموعة محاضرات. في هذه المحاضرة راح نرسم الحدود والحوائط، وفي المحاضرات القادمة راح نرسم الأبعاد والنصوص، وأيضا راح يتم توزيع الرسم على عدة طبقات. طبعا هذه الخريطة بعرض 10 متر وارتفاع 20 متر، وإذا لاحظ أن القطعة صافي 10 في 20. طيب عندنا هنا غرفتين نوم، عندنا غرفة 4 في 5، الأربعة راح يكون العرض والخمسة هو الارتفاع. الغرفة الثانية بنفس مساحة الغرفة الأولى، عندنا هنا منور 1 متر صافي، وهنا أيضا منور 1 متر صافي. عندنا هنا حمام تابع لهذه الغرفة، عندنا هنا أيضا سلم دائري أو حلقي، وطبعا صالة مع حمام ومنور. هنا عندنا هذا المنور هو متصل بالمنور الطولي. أيضا عندنا مطبخ هنا اللي هو عرضه راح يكون 5.25 في 3.5 ارتفاع، وطبعا المطبخ يتكون من جزئين بارد وحار، واستقبال 4 عرض و5 ارتفاع. وعندنا هذه هي الطارمة أو المساحة، أو ممكن نسميها جراج للسيارة. طبعا ممكن هنا يكون حمام خارجي لا بأس، يعني ولكن لابد أنه نصغر حجم الشباك أو يتم إلغاء الحمام الخارجي. طيب في البداية ملاحظة أنه جميع الحوائط تكون بسمك 0.25 متر، أي 25 سنتيمتر، أو 0.25 من المتر. طيب الآن راح نبدأ برسم الغرفتين، هذه غرف النوم. طبعا نجي إلى برنامج أوتوكاد، راح أختار الركتانجل. طبعا راح يطلب من عندي الركن الأول، راح أختار دايمنشن، راح يطلب من عندي العرض راح يكون 4 والارتفاع راح يكون عندي 5، وأيضا راح يطلب من عندي تحديد الركتانجل، راح أضغط كليك. طبعا مثل ما شرحنا طريقة رسم المستطيل والمربع في المحاضرات السابقة. طبعا هذا رسمت 4 في 5 اللي هو صافي الغرفة، يعني إذا لاحظ هذا الجزء صافي الغرفة هو 4 في 5، فلابد أنه نضيف الحوائط اللي هي سمكها راح يكون 0.25. طبعا نجي إلى Offset، وطبعا نحدد 0.25، ونجي نحدد هذا الجزء ونرتفع إلى الأعلى وليس إلى الداخل، إلى الأعلى. جيد، الآن راح نرسم الغرفة الثانية. طبعا نجي إلى Rectangle، وراح يطلب من عندي تحديد الركن. طبعا راح اختار هذا الجزء، والماوس راح يكون بهذا الشكل، هذا الجزء امشي به الى اليمين، والى ان يصير عندي هنا نقطة تقاطع، اضغط هنا كليك، وعندي طبعا دايمنشن، العرض راح يكون 4 والارتفاع راح يكون 5، اضغط كليك بهذه المنطقة. طبعا ملاحظة عندنا هنا اورثو، امر اسمه اورثو، الاورثو لابد انه نفعله. طيب شنو هو هذا الاورثو؟ اذا اجي هنا ارسم خط اقدر ارتفع، مثل ما نلاحظ هذا الخط فممكن يكون يعني خط اعوج. طيب فاذا اجي افعل الاورثو هنا نصير بها علامه ازرق، الاحظ انه الرسم يا اما يكون عمودي يا اما يكون افقي، وما ممكن ارسم في شيء مائل، بما انه احنا عندنا هنا رسم مربعات وخطوط مستقيمه فما احتاج الخطوط المائله، فضروري افعل الاورثو حتى يكون عندي الرسم مستقيم. طيب الان نجي الى الاوفست، وطبعا مثل ما نوهنا نجي نختار المساحة اللي هي آخر مرة استخدمناها 0.25، يا أما أجي أكتبها مرة ثانية أما أضغط Enter، فهو راح يعرف أنه راح أستخدم نفس المساحة الأخيرة اللي استخدمتها آخر مرة. جيد، راح أجي هنا أنا أضغط كليك وأرتفع إلى الأعلى. ممتاز، ألاحظ هنا أنا عندي فت خلل صار. شنو هو الخلل؟ عندي هنا أنا ألاحظ هذا مستطيل، هذا لا ألاحظ مستطيل، وعندي هذا مستطيل، أي أن يعني بهذه المنطقة خطين من المستطيلات، يعني عندي خطين، فبالترم لازم انتبه انه هنا عندي خطين لازم اعمل مرتين ترم، او بامكاني اسوي اكسبلود تفجير والغي احد الخطوط. طيب رسمنا هذه الغرفة، رسمنا هذه الغرفة. جيد،
الآن نجي نرسم هذه اللي هي مساحة السلم. طبعا هذه كلها هي صالة، كلها راح تكون صالة. جيد، فراح تكون هذه 4، عرضها 4، في ارتفاعها 4. طيب هنا ما عدنا العرض، شلون عرفنا؟ هو نفس عرض الغرفة، فراح يكون 4 × 4. جيد، فنجي إلى الركتانجل، نحدد الركن هذا. طبعا كبر هذا الركن، ما أضغط بالماوس، بس مجرد أخلي الخطوط عندي بهذا المكان. جيد، وأجي إلى دايميشن، راح أخلي 4 × 4، وطبعا أضغط كليك بالأسفل. جيد، بنفس الطريقة، طريقة الأوفست، أضغط إنتر حتى أخذ نفس القياس وأحدد كليك وأرتفع إلى الأعلى. ممتاز. الآن بعد ما رسمنا جزء من الصالة، نجي نرسم الجزء الآخر اللي هو الاستقبال. راح يكون 4 عرض وارتفاع 7. فنجي إلى الركتانجل، وطبعا نختار هذا المنطقة، وطبعا نختار الدايميشن، نكتب 4. طبعا أول شيء يتم طلبه هو العرض، ومن ثم الارتفاع اللي هو 7. أضغط كليك. جيد، أيضا بنفس الطريقة الترم، طبعا أقبل بنفس السمك، موافق يعني إنتر، وإلى الخارج. جيد، الآن رسمت الغرفتين وجزء من الصالة اللي هي منطقة السلم، ورسمت الاستقبال. جيد، الآن عندي مساحة، هذه المساحة 1 متر تبعد عن الجدار أو الحائط الخارجي، فراح أجي أرسم 1 متر هنا بهذه المنطقة، وحتى يكون عندي هنا حتى يكون عندي حدود للجدار الخارجي. فأجي هنا بالخط يعني بالأمر لاين، أختار هذا الركن وأجي 1 متر. وطبعا هنا راح يكون عرض القطعة 10، فراح أجي أكتب 10 متر إنتر. إذا أجي هنا ألاحظ راح يكون عندي من هنا لهنا 10. طيب، وعندي هذا الخط الكبير، أو قبل ما أرسم الخط الكبير خلي أكمل هذه المنطقة، أجي لهنا عندي أوفست، طبعا لازم أعمل أوفست، أوافق على نفس السمك الأخير، وهذا الخط راح يكون إلى اليمين، وهذا الخط راح يكون إلى الأعلى. طيب ممكن واحد يقول ليش إلى الأعلى؟ لأن عندي الصافي هذه المنطقة متر، فهذا لازم يكون الجدار خارجي إلى الأعلى. طيب هنا صار عندي خلل، يا أما أستخدم الأمر إكستند، يا أما عندي موضوع بسيط أضغط إسكيب حتى أنهي الأمر أوفست، أجي أضغط كليك على هذا الخط، وأجي أضغط كليك على هذه النقطة وأرفعها تكون بهذه المساحة. جيد، الآن بعدين نستخدم الأمر تريم وننظف هذه الزوائد. جيد، الآن راح نجي إلى الأمر لاين، نحدد من الأعلى. ليش؟ لأن صافي القطعة 20، فنجي نكتب 20 إنتر. ممتاز، الآن هذا الخط راح أسوي له أوفست إلى الداخل، أوفست أيضا نفس المساحة اللي هي 0.225. جيد، بس ممكن واحد يقول زين ليش هذا صار الأوفست إلى الداخل وهذا الأوفست إلى الخارج؟ هنا الأوفست إلى الخارج لأن يعني عندنا هنا متر، وهذه ما حسبنا القطعة، يعني هاي المسافة منها لهنا اللي هي يصير متر وربع، فبما أنه رسمنا متر فبعدنا الجدار ربع متر. أما هنا عندنا صافي القطعة 10 متر، فما ممكن إذا أسوي الخط إلى الخارج راح تكون 10 وربع، فراح يكون إلى الداخل حتى يكون الجدار من ضمن مساحة القطعة. جيد، الآن عندنا هنا حمام بمساحة 1.75 متر، طبعا للطول وللارتفاع، فراح نرسم مربع راح يكون 1.75 متر طول وارتفاع. فنجي بالبداية راح نرسم خط من هذه النقطة، لا بأس ان يكون للنهاية، ولا بأس يكون لهذه المساحة، خلي يكون للنهاية لا بأس، وايضا خط اخر من هذه المنطقة. طبعا نجي الى الامر تريم، نضغط انتر، وطبعا نجي ننظف هذه الخطوط. ممتاز،
الآن راح نجي نختار المربع ونحدد هذه النقطة ونختار طبعاً dimension، راح يكون 1.75 انتر للعرض، 1.75 انتر للارتفاع. ممتاز. الآن راح نجي إلى الأمر offset بنفس المساحة اللي هي ربع متر، راح يكون offset إلى الخارج. جيد، رسمنا هذا الحمام. إذا لاحظ هنا عندي حائط، فراح يكون عندي خط من هنا إلى الأعلى. جيد، فراح نجي إلى الخط الأمر لاين، وطبعا نحدد من هذه النقطة ونرتفع إلى الأعلى. أوكي جيد، الآن بإمكاني هذا الخط أحدده وطبعا يكون ينزل بهذه المنطقة، وأيضا الآن من الأمر offset أوافق على نفس المساحة، وهذا الجزء راح يكون بهذه المنطقة. طيب، أكملت هذا الجزء. إذا لاحظ أن هاي المنطقة راح يكون بيها قطع، فأجي إلى الأمر trim. أوكي بهذه الطريقة. جيد، الآن رسمنا الغرف ورسمنا المناور والحمام والصالة، فقط نختم الخريطة، نختم هذه المنطقة. طبعا نكبر نشوف. إذا لاحظ هنا عندنا من هذه المنطقة، من هذا الحائط إلى هذا الحائط، عندنا خمسة، وعندنا المطبخ اللي هو راح يكون عرضه 5.25 وارتفاعه 3.5. طبعا نجي نرسم خط على بعد 3.5. طبعا عندي عدة طرق، من ضمن هذه الطرق بإمكاني استخدم الأوفسيت، فأجي أكتب هنا 3.5، أشوف 3.5، أتأكد من عنده 3.5، وإنتر، فأجي أحدد هذا الخط، هذا الخط أحدده وراح يكون بهذه المساحة، هذه صار 3.5. طيب، أجي أسوي له offset اللي هو راح يكون 0.25، راح ينزل إلى الأسفل بهذه الطريقة. طيب، عندي هنا جزء حار بعدين الرسمه، هذا اللي هو الجزء الحار بعدين الرسمه. الآن رسمنا هذه المنطقة وهذه المنطقة مرسومة، فقط عدي هنا هذه المنطقة، عدي 5 متر منها اللي هنا، فراح نجي نسوي offset لهذه المنطقة 5 متر. طبعا يا اما offset 5 متر يا اما هذا الجزء نسوي له اغلاق، يعني هذا الخط عدي هنا 20 اني مرسوم عندي اللي هو هذا. طبعا اجي لهنا على هذا الخط، اضغط واخلي الماوس هنا وانزل هذه المنطقة، وطبعا راح ارسم بهذه المنطقة، وايضا عندي offset هنا، انا اجي الى الoffset اضغط على انتر، وطبعا هذا الجزء راح يكون وهذا الجزء راح يكون offset الحوائط. فقط عندي هنا الجزء الحار، طبعا هو ما مبين يعني انه يعني هو كل المساحة طبعا 1.75 مربع يعني، فما مبين، وأيضا هنا أنا أعتقد أكو خلل يعني بالتصميم، فالمفروض المساحة تكون مربعة، هذا الجزء يكون مربع يعني. فراح نرسم نفس هذا الجزء، راح نأخذ من عنده كوبي ونخليه ممكن بهذه المنطقة بالمنتصف. فنجي إلى الأمر كوبي نحدده، وطبعا شرحنا الأمر كوبي، راح يطلب من عندي تحديد الجزء اللي أحتاج نقله، هذا الجزء أضغط على انتر، راح يطلب من عندي مساحة النقل، فراح اختار من المركز هذه الطريقة، وطبعا راح اخليه بهذه المنطقة يعني المركز الى المركز، وبعدها اسكيب. الاحظ انه اصبح عندي بهذه الطريقة. طبعا بس فقط ملاحظة، في حال انه المركز يعني راح ارجع اتراجع، في حال لو اجيت هنا بالامر كوبي وحددت هذا الجزء انتر، وهنا هذه نقطة المركز ما طلعت لي، اجي هنا على ادوات الاوبجكت سناب، على هذا المربع اضغط كليك ايمن اوبجكت سناب وافعل، طبعا نفعل انسرشن ونفعل السنتر، نفعل الميد بوينت اللي هي نقطة المنتصف، نفعل يعني الاغلب هذه الاجزاء، طبعا راح نشرحها ان شاء الله احنا بالتفصيل في محاضرة مختصة. طيب، بعد ما فعلت راح تطلع لي عندي الميد بوينت، فاجي اخذ من عندها كليك، وراح يصير عندي تطابق هنا مع هذه الميد بوينت، فاضغط على انتر.
جيد. الآن بعد ما رسمت هذه الأجزاء راح أجي إلى الترم، أضغط على إنتر. جيد، الآن قبل كل شيء راح أجي أفجر هذا المستطيل. طيب شنو يعني أفجر؟ إذا أجي هنا أنا هذا المستطيل عبارة عن قطعة واحدة صاير، يعني خطوط متلاصقة. طيب شلون أخلي الخطوط هاي مفككة؟ أجي أحدده، عندي هنا أمر هو إكسبلود تفجير. راح أفجر راح يصير هذا جزء وهذا جزء. جيد، شنو الغاية من فجرته؟ أجي هنا هذا الجزء أحدده وأضغط هنا كليك، وطبعا بإمكاني أنه أتخلص من هاي النقطة وأضغط هنا كليك إنتر. الآن أيضا بإمكاني أنه من خلال الأمر تريم أضغط إنتر وأتخلص من هذا الخط، خلص من هذا الخط. طبعا هذا الخط ما اقدر استخدم بيه تريم، ليش؟ لان هو خط واحد هذا، فما يقطع البرنامج، فراح نحذفه. طيب هنا عندنا ايضا نقدر نتخلص من التريم، انتر، ممتاز جدا. ايضا عندي هذه مجموعه خطوط بامكاني انه اتخلص من عندها، اما عن طريق التفجير وامسحها، يا اما من خلال تريم، انتر، عندي هذا الخط، طبعا هذا ما راح يمسحه وهذا ما راح يمسحه، ممكن اتخلص من هذا الخط. جيد، هذا الخط اتخلص من عندهم بالمسح، لان هنا لاني اخر الخطوط ف ما راح يقبل يمسح. جيد، الان طبعا اكملنا الخريطه، طبعا هذا الجزء الاول من رسم الخريطه. ان شاء الله بالمحاضره القادمه راح نجي ننظف الخطوط الزائده، وطبعا راح نضيف ابعاد ونضيف البلوكات من أبواب وشبابيك ونضيف نصوص، وإن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة راح نتعلم الطبقات. طبعا أخيرا قبل ما نختم المحاضرة ضروري جدا نحفظ هذا التصميم، لأن راح نرجع نكمل عليها بمحاضرات قادمة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.